الفروسية تعود مجددا إلى مضمار الطرحة بمنطقة بريش في ولاية أم البواقي، بعدما كانت الأفراح الشعبية لا تخلو من عروض الخيالة التي ترسخ لتراث الخيل، حيث الفارس يمتط سهوة جواده تشبثا بعادات وتقاليد الأجداد. وما رم يفرحونا ويديرونا عادات وتقاليد أجدودنا، يعني حاجة ما ما شاء الله، يعني حاجة تفرح، يعني كبير وصغير رانا هاك تشوف الجمع الغفير هذا ما شاء الله، راه من ساو الرجال هنا ويجيو يتفرجوا من كل بلاصه. خويا ان الخيل حنا نعشقوا في الخيل، يعني عادات تاع اجدادنا، يعني ما بصراحه نقولك عشق كبير. هي مشاهد تعبر اكثر عن تراث قديم لا يزال قائما بحد ذاته، فيما جمال الحصان العربي الجذاب يزيد من أناقة الفارس وهو يرتدي لباسا مختلف الألوان والأشكال. الفروسية هذه تسمى من صغرنا، من جد الأب، دركا الفروسية تسمى ما بغيناش نفرطوا فيها، تسمى تاع ذكري التقاليد، عادات وتقاليدنا هذه تاع ربنا البابا علمنا في ركوب الخيل، ونحن عندنا أولاد علمناهم في ركوب الخيل. عروض الفانتازية أثناء المناسبات الاحتفالية والأعراس التقليدية تشكل طرفا شامخا عبر العصور، بينما ركوب الخيول العربية الأصيلة هواية متجذرة تأبى الاندثار.